زي ما قلت لحضراتكم ان احنا اكيد هنطمن على باقي الاماكن المفروض انها كانت من الاماكن اللي بتبقى شديدة الازدحام في الفترات دي وفي الايام دي، لكن اكيد احنا متوقعين ان شاء الله انها ما يكونش فيها اي حد زي ما شفنا مع حضراتكم. ومعانا دلوقتي دكتور محمد رجائي، هو رئيس الادارة المركزية لحديقة الحيوان. برحب بحضرتك. اهلا بحضرتك فندم، كل سنه وحضرتك طيبه والساده المشاهدين كلهم طيبين. حضرتك بألف خير. طمنا يا فندم على الإجراءات وتنفيذها في الفترة دي والنهاردة تحديدا. طبعا طبعا والله حضرتك طبعا معلوم للناس كلها ان الحديقه مغلقه من يوم 17 مارس الماضي، وطبعا استمرينا في الاغلاق في يوم شم النسيم، ودي يمكن اول مره في تاريخ الحديقه تغلق فيها في شم النسيم. ما حصلتش منذ انشائها في 1891 ان الحديقه تبقى مغلقه في هذا اليوم الهام، لكن طبعا ده اجراء احترازي واجراء تمشيا مع سياسه الدوله، ويعني كل الاماكن العامه عموما مغلقه. فطبعا كان من الاولى انه حديقه الحيوان الاقبال الشديد عليها في هذا اليوم تبقى مغلقه. فتم الغلق تماما ومستمر الغلق لحين طبعا استقرار الموقف الوبائي بالكامل وتوجه الدوله لفتح اماكنها. ان شاء الله باذن الله وتعدي الازمه على خير وترجع ان شاء الله تتفتح للمواطنين ولكل الناس اللي هم يعني بيحبوها الحديقه، وطبعا ده يعني للصالح العام، وربنا اكيد يعدي الازمه على خير. يا رب ان شاء الله. ونطمن على يعني برضو يعني هل ظهرت حالات سواء في الحيوانات او في داخل الحديقه؟ والله حك اطلاقا الحمد لله، يعني صحه الحيوانات بحاله جيده جدا الحمد لله. واحنا عندنا طبعا اجراءات بتتم، يعني في طبيب لكل نقطه مختص مجموعه من الحيوانات بيمر عليها يوميا صباحا وبيكشف عليها وبيشوف اي تغيرات لا قدر الله في موقف الصحي بتاعها، سواء يظهر اي اعراض تنفسيه او غير تنفسيه، عموما ارتفاع في درجه الحراره، كان ده كله لم يرد حتى الان. الحمد لله الحيوانات بصحه جيده جدا وجاري المتابعه ليها ومفيش اي مشكله الحمد لله. الحمد لله. ويعني اعتقد برضو انه اصلا ما كانش فيه محاولات من الناس انها تروح المكان. لا الحقيقه الناس كانت متعاونه والناس متفهمه، طبعا كل الاماكن العامه مغلقه فبرضو من ضمنها حديقه الحيوان. فالحقيقه النهارده ما شفناش اي مشكله قابلتنا ان في اي مثلا محاوله للدخول بالغصب او حاجه، لا الحقيقه الامور كانت سلسه وما فيش اي مشكله يعني الحمد لله. هو احنا طبعا بنشكر الشعب المصري النهارده يعني بشكل كبير علشان الالتزام ده، اكيد يعني حاله صحيه جدا انه الناس بدات يعني مش بدات، هي الناس بصراحه متعاونه، جزء كبير جدا متعاون، واكيد طول ما احنا موجودين هنلاقي في حاجات صغيرة بتحصل، لكن ان شاء الله نعديها بإذن الله. ودي حاجة صحية جدا النهاردة انه محدش نزل، مفيش اي اماكن بصراحة من الناس اللي كلمناهم او اللي تابعناهم لحد دلوقتي اي حد قال لنا انه في ناس يعني خرجت عن الاجراءات او حاولت انها تتواجد في الاماكن العامة زي ما حضرتك بتأكد علينا دلوقتي. ده حقيقة فعلا الناس متعاونة ومظهرش فعلا اي مظهر مظاهر مخالفات، ما لاحظناش اي مشكله يعني، والناس متفاهمه الموقف ان ده للصالح العام وده لمصلحه البلد كلها، ويعني العمليه مش يعني مش معمول عنوانا او ضد حد او ضد مصلحه حد، لكنه في النهايه هو لصالح المواطن ولصالح يعني الصحه العامه والنظام العام. ده حقيقي. بشكر حضرتك دكتور محمد رجائي رئيس الاداره المركزيه لحديقه الحيوان، نورتنا في كلام هوانم. يعني ناخد بقى جزء شوية من الحاجات اللي احنا يمكن كنا طلبنا من حضراتكم وقلنا